since وfor ولike وغيره. سوف نقوم هنا بشرح هذه المجموعة بالتفصيل. since وfor. since وهي تعبر عن نقطة البداية في أي عمل أو حدث، وتشير إلى الوقت الذي بدأت فيه الأشياء، أي أننا نستخدمها متبوعة بما يدل على نقطة زمنية في الماضي لتشير إلى استمرارية هذا الحدث. نؤكد على استمرارية هذا الحدث من تلك النقطة إلى الآن، فإذا since تأتي معها استمرارية. مثال على ذلك لتوضيح الموضوع: I have been waiting since 7 o'clock. أنا أنتظر منذ الساعة 7، أي أنه لا يزال ينتظر إلى الآن. فهذه الجملة تشير إلى استمرارية للحدث، فنستعمل since. since زائد close، منذ زائدا عبارة، وهي مثلا العبارة عبارة عن string of words with verb، هي مجموعة من الكلمات مع فعل، أي أن since تجي، أي أن since تأتي ب، أي أن since تأتي مع عبارة أو تأتي مع time words، مع كلمات تعبر عن الوقت مثل July last year. أما for فتستخدم عندما نرغب بالحديث عن المدة التي استمر بها شيء ما، أي أنها تستخدم متبوعة بما يدل على مدة زمنية بدأت في الماضي ومستمرة حتى الحاضر، المدة الزمنية. لاحظ I have known her، أنا أعرفها for a long time. A long time هي فترة زمنية طويلة ومستمرة، long time يعني إلى الآن هو يعرفها، لكن هي ليست عبارة عن time words، ليست كلمة تدل على الوقت، وليست عبارة بها فعل. A long time، إذن نستخدم for. ملاحظة: لا تستخدم for مع تعابير مثل all day، all times. فإذا for تستعمل مع number، رقم، سنة أو شهر وغيرها، وتستعمل أيضا مع عبارة مثل long time، ages، years. number two، ثانيا like، أحب أو أعجب. تستخدم like بالطريقة التالية، وهي like زائد verb، والverb أي الفعل مع ing. مثلا I like cooking، لا نستطيع أن نقول I like cook حسب القاعدة الموجودة لدينا. I like cooking الفعل ومعه ing، وتستعمل أيضا مع الصفات. مثلا I don't like noisy people. لاحظنا أن كلمة noisy هي صفة الضوضاء للناس، هي صفة الضوضاء وسبقت ب like. فإذا like مع فعل ب ing ومع الصفة. 3 ثالثا relative clauses، استخدام أدوات الوصل، وهي who, that, which, where, when. نعود إلى الصفحة بالكتاب. هذا هو ما شرحناه. نرى هنا بعض الأمثلة ل for و since. مثلا I've lived in Ashby since I was born، منذ ولادتي، أي أنني أعيش بها إلى الآن. I've worked in the cafe، أنا عملت بالكافي for 10 years، لعشر سنوات. فكما اتفقنا هنا أن for تأتي معها رقم لسنة أو شهر أو لسنة أو شهر أو غيرها، أي أنها مدة معينة. Like I like cooking، I don't like cleaning up. نلاحظ الفعل مع ing تأتي مع like، وأيضا مع الصفات I like helpful people، أنا أحب الناس المتعاونين. I don't like noisy people، أنا لا أحب الناس الضوضائيين. استخدام كلمات الوصل، مثلا I like people who help others، أنا أحب الناس who، هي جملة وصلية، هي جملة، هي من الكلمات التي تصل ما بين عبارتين. I dislike people who are noisy. Now ask and answer questions like we once in the interview، والآن اسأل وأجب بأسئلة كالتي رأيتها بالمقابلة.
You can use the words and phrases. You can use the words in the boxes. تستطيع استعمال الكلمات بالصناديق. You can also use your own words. وتستطيع أيضا استعمال كلماتك الخاصة. هذا الجزء من الصفحة حسب الطالب. فمثلا What do you like doing? ماذا تحب أن تفعل؟ مثلا What do you like doing? ماذا تحب أن تفعل؟ مثلا تستطيع أن تقول I like playing football أو I like playing football لأننا نستخدم فعل مع ing لي like. What don't you like doing? ماذا لا تحب أن تفعل؟ I don't like hate. أنا لا أحب الكره. وهكذا. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم. انتظرونا في الدرس القادم بإذنه تعالى.